تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء. أيضا في هذا البرنامج نفتح المجال أمامكم مستمعينا اللي عنده أي ملاحظات، أي اقتراحات، أي شغلة ممكن أنها تساهم في تطوير خدماتنا نحن في هيئة الصحة بدبي، سواء من خلال مستشفياتنا، مراكزنا الصحية، مراكزنا التخصصية، مراكز الرعاية الصحية الأولية، مراكز اللياقة، شو ما كانت الخدمات وطبيعتها، عندك أي ملاحظة اتصل فينا خبرنا عنها، يمكن تساهم بشكل أو بآخر في تطوير تقديم هذه الخدمة وتحقيق استراتيجيتنا اللي نحن نسعى لها من خلال توفير مجتمع أكثر صحة وسعادة. إذن أرقام التواصل معنا 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. مثل ما عودناكم، بما أن الإمارات تحتفل بهذا الأسبوع بشعار تحت شعار الإمارات تبتكر، نحن في برنامجنا بدينا معاكم من بداية الأسبوع بمسابقة يومية، كل يوم نقدم 1000 درهم لأحد الفائزين. فمسابقتنا اليوم أو سؤالنا اليوم يقول: تشارك هيئة الصحة بدبي بعدة ابتكارات لهذا في هذا العام، أي من الابتكارات التالية تشارك بها هيئة الصحة بدبي في أسبوع الابتكار؟ طبعا المشاركة هي في منصة الابتكار مالت الهيئة موجودة في برج بارك، وطبعا اليوم بدت المنصة مالتنا فيها العديد من الفعاليات. فاختار هيئة الصحة تشارك في أسبوع الابتكار بوحدة من الابتكارات التالية: جهاز مراقبة القلب عن بعد أم تطبيق حياتي. اليوم خيارين ما منزيد، أي واحد منهم، تطبيق حياتي ولا جهاز مراقبة القلب عن بعد؟ أسأل عن شيء ما في، على 4006 مع الاسم الثلاثي والإجابة، ماشي؟ وأيضا هذه دعوة ندعوكم أنكم أنتم تزورون المنصة هناك يا جماعة الخير، في العديد من الفعاليات اللي بتتعرفون عليها وبتستشرفون المستقبل. يعني أحيانا هذه الابتكارات تعطيك طابع أنت وين رايح، شو بتسوي. طيب، آخر موعد للتأمين الصحي 31-12-2016، لا تنسون يا جماعة الخير 31-12-2016. البارحة كان دكتور حيدر معانا، ردينا على كل الأسئلة اللي تخص هذا الموضوع، وأيضا بتتكرر هذه الزيارات من قبل الدكتور على أساس أنه البرنامج مثل ما قلنا فترة التمديد 31-12 وعقبها خلاص تبتدي المخالفات، فاللي يعني أمن إزاه الله خير وأفضل له يعني، ولا ما أمن يعني ندعونا يروح يأمن ويحاول أنه يتجنب هذه المخالفات. طيب، اليوم تبدأ قلنا مشاركة هيئة الصحة بدبي بأسبوع الابتكار، حملة دمي لوطني اليوم موجودة في نخيل في ذا بالم، تغريدة غذائية بالتعاون مع إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي تقول: احرص على احتواء إفطارك على النشويات الكاملة والألياف والبروتين. والله أنا أقولكم، أنا واحد من الناس اللي بحرص على هذا الموضوع، بس وين اللي بيسوي لي الريوق هذا؟ ها؟ حد يجيب لي هالريوق اللي فيه بروتينات ونشويات كاملة وألياف؟ ميثة كفلت خلاص، قالت كل يوم بتجيب لي ميثة بنبيات،
خلاص ها على الهوى قلت انا زين، مو بتجيبي لي هالبطل هذا العود اللي فيه ماي وما ادري شو على اساس ان تقولي لي ريوق؟ لا. طيب في بعض الاخبار الجميله اللي نتكلم عنها، يقول لك ابتكر مجموعه من العلماء في السبعينيات طريقه لمعرفه طول الطفل المستقبلي، وراجت هذه الطريقه مؤخرا على الانترنت، وتعتمد النظريه على معادله بسيطه، هي ان معظم الأطفال سيصل طولهم إلى متوسط مجموع أطوالهم مع أطوال أهاليهم. ويمكن معرفة الطول المستقبلي للأولاد عن طريق جمع طول الطفل مع أطوال كل من الوالدين، وجمع 5 بوصات ثم قسمة الناتج على 2. أما بالنسبة للبنات فبإضافة أطوال كلا الوالدين وطرح 5 بوصات ثم قسمة الناتج على 2. وعلى الرغم من أن العوامل البيئية مثل التغذية يمكن تلعب دورا هاما في تحديد طول الشخص، إلا أن هذه المعادلة قد تعطي فكرة واضحة وقريبة جدا عن الواقع. يعني اليوم اللي يبغي يتزوج يشوف طول حرمته، ولا اللي تبغي تتزوج يشوف طول ريلها. ويقولون يعني الطول هيبة، لكن التاريخ يبلنا الشخصيات اللي المؤثرة في التاريخ كلها، سواء مؤثرة سلبيا ولا إيجابيا لك صار عموما. في موضوع بعنوان علبة سجائر يوميا تسبب 150 تغيرا في خلايا الرئة، في عندنا مداخلة؟ طيب خلينا ناخذ المداخلة وعقب نقرأ لكم الخبر. من معانا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير. صباح الورد يا هلا. تحياتي لك لأخت مخرجة وللمستمعين لمستمعات إذاعة نور دبي. جزاك الله خير. الله يسلمك حبيبي. عندي نصايح هالصالات. تفضل. لأولاد لهالشباب هاي جيل جديد. تفضل عبد الله. تفضل كدايم. اليوم تصير تمرن هذا الشاب يا هل عمره 15 16 20 25 مثلا. شو يقولوا له صالات؟ يقول لا خذ هذا مواد هذا عشان بتسوي عضلات قوية. تاخذ هذا بودر ما شيء يبيعونه من المحلات، المكملات الغذائيه نحن نسميها مكملات غذائيه هذا يدمر كلى ويدمر شاب هذا. صحيح. هي نصيحه لهاي الصالات، نصيحه خافوا من الله، خافوا من الله، لا تغشون هذا اولادنا. صحيح. اخر شيء هاي ولد يتبهدل كلى ماله، قلب ماله يضعف، اخر شيء منو يتعب؟ اول شيء الأبو والأم طبعًا. لا وثاني حكومة. صحيح. يسفرها هاي خارج دولة. صحيح. عبد الله. أنت لك وعد مني إني أنا قريب بفتح هذا الموضوع مع الدكتورة وفاء عايش، وأيضًا بجيب مجموعة أطباء بنتكلم عن هذا الموضوع وخطورته في حلقة كاملة. صدقني أبو منو أقول لك لو سمحت. أبو يوسف حاليًا. أبو يوسف. تحياتي لك لأبو يوسف. حبيبي نصيحة لله، هذه الصالات قولوا خافوا من ربكم إن شاء الله. هذا بيزات حرام في بطونكم تغشون هذا شباب صغارية. جزاك الله خير يا أبو عبد الله على النصيحة. والله أقولك نصيحة للدكتور، لكل أطباء يدومون في دولة الإمارات العربية المتحدة. شكرا لك يا أبو عبد الله. يراقبون هاي الصالات، أي صالة يبند يتسكر ما يفتح موليه يتقرن. الفكره مو بحتى الصاله، الفكره الاشخاص نفسهم لازم تكون عندهم توعيه ولازم يكون عندهم ما يعرفون يهال الفكر. يعني حبيبي ما يعرفون يهال هذه. لا والله يعرفون كل شيء هاليومي. ما لا يعرفون هذا قال والله انت عندك عضلات، انت ما عندك عضلات. وانت ما ادري شو هاي طريقة، هذا بقيات موجودة. زين أبو عبد الله أنا لازم أطلع فاصل، فجزاك الله خير على هذه المداخلة وهذه الشغلة المهمة اللي لازم نحن نطرحها حقيقة، ذكرتنا بشيء وايد مهم. شكرا لك يا أبو عبد الله، شكرا لك. زين يا جماعة خير أنا ما بقرأ الخبر الثاني مع السجائر، يمكن عقب الفاصل إذا حصلت وقت بقرأ. أبو عبد الله تطرق لموضوع وايد مهم، هذا الموضوع إن شاء الله منخصص له حلقة كاملة. أشواق ذكريني الله يخلي، سواء أنا ولا فيصل إن شاء الله لازم نطرح هذا الموضوع من خلال حلقة كاملة.
ايضا خلي رقم ابو عبد الله عندك على اساس في هذه الحلقه بعد نتصل به وناخذ منه مداخله. طيب سؤال الحلقه يقول: تشارك هيئه الصحه بدبي بعده ابتكارات في هذا العام من خلال منصتها التي تتواجد في برج بارك والتي تبدا من 23 وتستمر حتى 26. فاللي حاب يزور المنصة بيتعرف على الكثير من الابتكارات. عموما الخيارين يقول أي من الخيارين هذيلا تشارك به هيئة الصحة في دبي في أسبوع الابتكار؟ هل جهاز مراقبة القلب عن بعد أم تطبيق حياتي؟ واحد من الاثنين. فما شاء الله يعني ما توقعت حد يعطيني أي إجابة خاطئة. عموما فاصل ومرجع لكم إن شاء الله. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي قدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وبالشراكة أيضا مع مستشفى الزهراء. في هذا البرنامج طرحنا في بداية الحلقة سؤال بألف درهم مقدم من هيئة الصحة بدبي، سوف نختار الفائز عليها مع نهاية الحلقة. السؤال يتحدث عن مشاركة هيئة الصحة بدبي بالعديد من الابتكارات عبر منصتها التي تتواجد في برج بارك. طبعا المنصة مفتوحة من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء. اللي موجود هناك واللي بيزور هذه المنطقة أنصح بشدة أنه يزور الواحة هذه المبتكرة اللي سووها في هذا المجال، بيتعرف أيضا على آخر مستجدات الابتكارات في هذا يعني في القطاع الصحي وغيره من القطاعات. عموما السؤال يقول: أي من الابتكارات التالية تشارك بها هيئة الصحة بدبي في أسبوع الابتكار؟ هل جهاز مراقبة القلب عن بعد أم تطبيق حياتي؟ إرسال الإجابة مع الاسم الثلاثي على 4006. أيضا مستمعينا، يعني الهيئة حرصت على طرح العديد ومجموعة كبيرة من المبادرات والبرامج الذكية الجديدة، إضافة إلى حزمة من الفعاليات والجلسات الحوارية اللي بتتناول القضايا الصحية المختلفة وتطلعات وتحديات المستقبل وأيضا الكثير من الفعاليات. أنا أتمنى أشواق إذا قدرنا نحصل الدكتور بسام زين، إذا ما قدرنا حاولي تتواصلين مع فيصل، ممكن يكون موجود في المنطقة هذه وممكن أنه يحاور الدكتور بعد كذلك من خلال تواجده في هذه المنطقة ويعطينا تفاصيل أكثر عن على الأقل فعاليات اليوم شو اللي بيصير فيها. أيضا مستمعينا، مفهوم الابتكار، هذا المفهوم يعني بدأ يبرز على السطح بشكل كبير في الآونة الأخيرة. طبعا هذا مع إيش؟ مع توجهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتفعيل جميع البرامج التي سوف تساهم بشكل أو بآخر في تعزيز الابتكار، في يعني وضع هذا المفهوم قيد التداول ما بين جميع أفراد المجتمع من صغيرنا إلين كبيرنا. طيب شو هو مفهوم الابتكار؟ ليش الشيخ يبغي يركز على مفهوم الابتكار هذا وتعزيز هذا الموضوع في مجتمعنا؟ طيب شو دور الهيئات الحكومية والوزارات في هذا الموضوع؟ نحن في هيئة الصحة بدبي كيف نتناول هذا الموضوع؟ كل هذه التساؤلات وغيرها من التساؤلات بطرحها على ضيفي في الاستوديو الدكتور محمد الرضا، مدير المكتب التنفيذي للتحول التنظيمي. صحتي؟ صح. شكرا لك يا دكتور انك انت جيتنا اليوم وسامحنا عاد اخذناك من برا اجواء الابتكارات وابناك عندنا اليوم. ادري ان الافتتاح الخيمه اليوم او المنصه هذه، لكن دكتور يعني أو قبل أبتدي الحديث أبغي مفهوم الابتكار، ما هو مفهوم الابتكار؟ مشكور أبو يوسف، وبالعكس عزيز وغالي، وأي وقت نحن في الخدمة طال عمرك وخدمة المستمعين. لو بدينا بتعريف بسيط جدا جدا للابتكار، وبالعربي مثل ما يقولون، نعم، فكرة جديدة، طريقة جديدة، أو منتج جديد. تمام؟ هذا بعيدا عن التعريفات المعقدة والطويلة. فكرة جديدة، طريقة جديدة، أو منتج جديد. تمام؟ بعجال كذي. إنزين. فكرة جديدة نعرفها. يعني كنت تأتي فكرة جديدة. طريقة جديدة شو يعني؟ بدل ما
الأفكار اللي موجودة هنا مطروحة بشكل معين أنت يتغيرت. لا أنا بقول لك أنت في صغرك الوالدة الله يحفظها كانت تقول لك رتب غرفتك. أي. كانت عندك طريقة تشوفها تأخذ ساعة. أي. جيت بطريقة جديدة اشتريت بوكسات رتبت الغرفة بدل ما تأخذك ساعة استوت 5 دقائق والوالدة مبسوطة وبوستين على الرأس. جميل. تمام. إنزين. هذه هي الطريقة الجديدة. الأخيرة شو قلت؟ المنتج الجديد. المنتج الجديد. أنت بدل ما اليوم تعطيني هذا المنتج. أي. بشكله بطريقة عمله أعطيتني منتج جديد أرخص أفضل أسرع. طبعا نتكلم عن التليفون. واضحة؟ فكرة جديدة طريقة جديدة أو منتج جديد. طيب دكتور الآن أنت علشان تطلع هذه الفكرة الجديدة أو الطريقة الجديدة أو المنتج الجديد هل يجب أن يكون هذا الموضوع موجود عندنا في الإمارات أنك أنت تطلع من الإمارات ولا ممكن نستعين بالأفكار العالمية اللي موجودة ونطور عليها؟ شوف الابتكار دائما الفكرة تولد فكرة ثانية. أنا بذكر لك قصة جامعة من الجامعات في أمريكا هي تعتبر يسمونها ground zero بالنسبة للابتكار وعندهم تسجيل رخص تجارية يمكن الأعلى في الولايات المتحدة. لكن أنا أقول لك كل رخصة تولد 10 وكل فكرة تولد 10. طيب إذا أنا استفدت من الأفكار اللي موجودة هناك ما أقدر أضيف عليها شيء بسيط بحيث أني أنا أطلع بطريقة جديدة أو فكرة جديدة أو منتج جديد؟ أكيد تقدر. تقدر نعم. زين. لذلك مفهوم الشراكات في من أيام برنامج دبي الأداء الحكومي المتميز مفهوم الشراكات كان موجود من قبل أكثر من 20 سنة. لذلك الشراكات جدا ضرورية في الابتكار. جميل. طيب دكتور يعني الاستراتيجية الوطنية للابتكار اللي اقترحها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد دشنها حقيقة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس وزراء حاكم دبي وعطاها يعني فترة زمنية معينة هذه يعني بعد تعطيك نوع من التحدي انك انت خلال هذه الفترة تقدر انك انت توصل بدولة الامارات العربية المتحدة الى مصاف الدول المتقدمة الاكثر ابتكارا في العالم. طيب الان شو هي الاهداف اللي تسعى لها هذه الاستراتيجية؟ شوف الاستراتيجية يمكن نادرة ونادر ما تحصلها في دول كثيرة. صحيح. الجميل في الاستراتيجية ان تنظر للابتكار مش كسلعة. صحيح. ولا تنظر له كمنتج لكن تنظر له كثقافة. الاستراتيجية أنا أعتبرها اليوم مسرعة للابتكار في تطبيق الابتكار في الدولة. جميل. طيب انتهت الاستراتيجية بعد تاريخ معين هل معناته أن الابتكار انتهى؟ لا، الابتكار راح يظل كثقافة وكمفهوم في مجتمع الإمارات. جميل. تأثير هذه الاستراتيجية ليست فقط على الموظف، الموظف بيتغير أو بينتقل من إلى، لكن تأثيرها الاستراتيجية على الطفل اليوم. شوف البارحة صورة الشيخ محمد مع الطفل الله يحفظه. صحيح. وهو ماسك معاه أعتقد واير بورد أو إلكترونيك بورد. هاي الصورة كم تسوى باكر أنت لما تحطها أمام الطفل أو هذا الطفل لما يشوف نفسه مع الشيخ ماسك هالواير بورد هذا والإلكترونيات هذه كم فكرة بتولد عنده. أنا بذكر لك قصة. عطوا طفل طابعة ثلاثية الأبعاد ابتكر شيء شافت المدرسة شيء غريب جداً ابتكر كفر للتليفون لكن عليه سماعة طبيب السماعة هذه اللي يسمع بها قلب المريض. أي. سماعة طبيب فكان الكفر شكله غريب جدا كفر للتليفون وعليه قطعة دائرية كذي كبيرة فسألت المدرسة قالت له أنت ليش شو اللي خلاك تبتكر شيء من هذا مثل هذا القبيل قالها أبوي طبيب قلب ودائما يضيع سماعته فأنا ابتكرت له كفر تليفون لأن تليفونه ما يضيع سماعته لكن ما يضيع تليفونه. فبالتالي هذا الابتكار اليوم يعني صدقني كمنتج بيوصل بحيث أنه إحدى الشركات تطبقه. ممكن حد من الشركات تأخذه وتطبقه. طيب دكتور الاستراتيجية ركزت على الطاقة المتجددة النقل التعليم التكنولوجيا المياه الفضاء أيضا الصحة كانت واحدة من القطاعات السبع اللي اعتمدت أساسا على الابتكار. في القطاع الصحي ما نتكلم على المواضيع التي تخص
القطاع الصحي وتخص ثقافة الابتكار وتخص مفاهيم الابتكار في هذا القطاع بالتحديد. لكن بعد ما أوقف مع هذا الفاصل القصير مستمعينا أذكركم بسؤال حلقتنا اليوم. سؤال حلقتنا يقول تشارك هيئة الصحة بدبي في أسبوع الابتكار في منطقة البرج بارك عبر منصتها التي تفتح أبوابها من الساعة 10 صباحا وحتى 10 مساء من تاريخ اليوم 23 وحتى 26 من نوفمبر الجاري. عموما أي من الابتكارات التالية التي تشارك بها هيئة الصحة في هذا الأسبوع؟ جهاز مراقبة القلب عن بعد أم تطبيق حياتي؟ إرسال الإجابة مع الاسم الثلاثي على 4006 وإن شاء الله بتفوزون معانا ب1000 درهم أو واحد بيفوز معانا في السحب. كلكم بتشاركون في السحب وواحد بيفوز معانا. السلام عليكم. بخصوص الكيبل أو وجود خدمات هذا السؤال إن شاء الله يعني ما أدري حتى أبو عمر إذا يقدر يجاوب عليه ولا لا. عموما فاصل إن شاء الله وما نرجع لكم. صحة وسعادة. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. قبل الفاصل طرحنا عليكم سؤال حلقتنا اليوم والسؤال يعني خلال ربع ساعة إن شاء الله تقريبا ما بين 17 دقيقة من وقف استقبال الإجابات عليه. السؤال يقول تشارك هيئة الصحة بدبي من خلال أسبوع الإمارات تبتكر بمنصة واجد في منطقة برج بارك عند برج خليفة. هذه المنطقة طبعا هذه المنصة تفتح أبوابها للجمهور من الساعة 10 صباحا وحتى 10 مساء. تشارك بالعديد من الابتكارات في هذا العام. واحدة من هذه الابتكارات يعني صحيحة والثانية غلط. شو هو الخيار الصحيح؟ شو هو الابتكار اللي تشارك فيه الهيئة من خلال هذه الخيمة؟ واحد من هذه الابتكارات هل هو جهاز مراقبة القلب عن بعد أم تطبيق حياتي؟ إرسال الإجابة مع الاسم الثلاثي على 4006. إنزين يعني في ناس يجاوبون غلط يا جماعة الخير وأنا ما يعني حتى حاط خيارين إن شاء الله يعني يعني ما أبغي الكل على الأقل يجاوب إجابة صحيحة. إنزين يعني تطبيق حياتي نحن نرمس عنا من 4 سنوات 5 سنوات. وين الابتكار؟ يعني الابتكار نتكلم عن شو هي مقومات الابتكار الثلاثة؟ الدكتور فكرة جديدة طريقة جديدة أو منتج جديد. تطبيق حياتي وين منتج جديد؟ يعني وايدين يطرشون تطبيق حياتي صراحة. لعوزوني دكتور يعني توقعت الكل بيجاوب إجابة صحيحة. تطبيق حياتي إنزين لا هو ترى يعني إن شاء الله ما بيكون هو اللي ما أعرف شو أقول بعد. أخاف حد بعد يفهم إن نحن ياسين نروج للإجابة الصحيحة. يستاهلون المستمعين. يستاهلون أكيد. دكتور محمد الرضا مدير المكتب التنفيذي للتحول التنظيمي معنا في الاستوديو. كنا نتحدث عن الابتكارات وأيضا توقفنا عن مسألة الابتكار في القطاع الصحي وأيضا تحدثنا عن تفعيل القدرات المبتكرة في هذا المجتمع. تفعيل هذا المفهوم تفعيل هذه الثقافة اللي أنت ذكرتها دكتور. ف أين يكمن الابتكار في القطاع الصحي دكتور؟ الابتكار في القطاع الصحي مثل ما تفضلت في الاستراتيجية الوطنية للابتكار موجود كدعم أساسي. صحيح. الصحة بتكلم عن الابتكار أيضا كبرنامج رقم 1 في استراتيجية الصحة بدبي. نعم. 2016-2021. الصراحة الاستراتيجية هي تم إطلاقها من قبل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد في شهر 1 من هاي السنة. نعم. أعتقد يعني كبرنامج الابتكار لما يحمل الرقم 1 يحمل في دلالات أيضا أشياء كثيرة. صحيح. من أهميته وأعتقد من أهم المناقشات اللي استوت مع الإخوان الاستشاريين لما بدأ العمل في الاستراتيجية قالوا لي محمد الانوفيشن أو الابتكار ما تقدر تقول أنه في نطاق واحد أو نطاقين. لا الابتكار لازم يكون وهذه كلمتهم أكروس. طيب أنا كيف أفهمها أكروس؟ يعني أكروس يعني على المدى الأفقي والطولي وكله. لكن اللي يقصدونه أن ثقافة الابتكار لازم تكون موجودة في جميع النطاقات. أنا اليوم عندي 10 مبادرات للابتكار. من الابتكار في طريقة تقديم الخدمات للإخوان ذوي الاحتياجات الخاصة،
في الجراحة، في التطبيب عن بعد، في التكنولوجيا، في حتى طريقة تقديم الخدمات في المنزل، طريقة الانجيجمنت مع المريض بحيث أن تعزز ثقافة الابتكار في تقديم الخدمة له، الصناعات الدوائية، إعادة التأهيل، والعلاجات الطويلة المدى. لكن أهم مبادرة فيها اللي هي كيف أعزز ثقافة الابتكار في الهيئة أو بالأحرى في القطاع الصحي في دبي. لا تنسى أنت اليوم عندك 70% من قطاعك هو قطاع خاص، 30% القطاع الحكومي. طيب أنا أبغي أطرح سؤال على المستمعين الحين، أنا بستوي لكم اليوم بيوسف. عندك 1000 درهم؟ عندي، يستاهلون المستمعين، يستاهلون أكثر من 1000 درهم. طال عمرك، هل الابتكار سلعة أو ثقافة أو توعية أو جميع ما ذكر؟ سلعة أو ثقافة أو توعية أو توعية أو جميع ما ذكر؟ طبعا أكيد جميع ما ذكر. جميع ما ذكر. إذا قلنا سلعة فهي منتج جديد، وإذا قلنا ثقافة فهي طريقة جديدة، وإذا قلنا توعية فهي فكرة جديدة، تمام؟ طيب برجع لمفهوم تعزيز الثقافة في الابتكار، هل هي محددة على الموظف أو موظفي هيئة الصحة أو موظفي قطاع معين؟ لا، أرجع لصورة الشيخ سيد صاحب اسمه الشيخ محمد مع الطفل، كم فكرة ابتكارية بتولد لك لدى الأطفال. وهذه دعوة مني، وشخصيا أنا حاب أشوف الأطفال عندنا في منصة هيئة الصحة بدبي في أسبوع الابتكار، لأن الصراحة أنا أعتقد الفكرة لما يشوفها الطفل غير عن لما نحن نشوفها أبو يوسف. صحيح. شو تولد دكتور؟ خل الطفل، تعال خذ الخريجين الجدد هذين. نعم. اللي طالعين زين، هيك بأفكار حقيقة أنك أنت تستغرب منها. ليش؟ لأن أفكار جديدة، طريقة تفكير جديدة، وفاهم سرعة الحياة أو إيقاع الحياة. صحيح. وين نحن واصلين. صحيح. فتحصل دكتور بشكل أو بآخر يعطيك رؤية أو زاوية مختلفة عن الزاوية اللي أنت هذا. بس هذا شو محتاج؟ محتاج شخص يحضنه، شخص يدعمه، شخص يقدم له كل المقومات لتطبيق مثل هذه الأفكار. صحيح. طيب دكتور، أنا أبغي أتوجه قبل ما أستكمل معاك الحوار إلى منصة هيئة الصحة في برج بارك. أنت ما شاء الله تعرف يعني شو عندنا شو ما عندنا هناك، لكن هناك الزميل فيصل بن فارس يتواجد هناك في هذه المنطقة، وأيضا بيعرفنا أكثر على الابتكارات اللي تشارك بها الهيئة هذا العام، وأيضا شو هي الفعاليات، وأيضا شو الشغلات اللي ممكن مثل ما أنت دعيت الأطفال لزيارة هذه المنصة، ممكن الأهالي يسمعون حاليا ويأخذون عيالهم ويأخذون الفاميلي كله يعني ويروحون على هذه المنطقة. بس بشرط كل من يدخل يعطينا فكرة مبتكرة في الصحة. ما حد بي. تفضل يا فيصل. يا مرحبا، صباح الخير محمود، صباح الخير دكتور محمد. صباح الخير يا فيصل. أنا أكد على كلامكم، المنطقة صراحة تستحق الزيارة إذا كان فيها أسبوع ابتكار ولا ما كان فيها أسبوع ابتكار. فالمنطقة فعلا تستحق الزيارة، خصوصا أتوقع أن في الفترة المسائية بيكون الجو رائع إن شاء الله. الحين إذا في أسبوع الابتكار عرفنا ليش، من غير أسبوع الابتكار محمود أنت عدال برج خليفة، يعني أكبر معلم وأعلى معلم في العالم، أيضا منطقة جميلة وحديقة وخضرة، المنطقة بشكل عام محمود مريحة، ويعني وأيضا صديقة للعائلة والأم، والإنسان ممكن يجيب عائلته وكل راحة وارتياح. نرجع حق الابتكار. نعم، حاليا أنا متواجد محمود في منصة هيئة الصحة بدبي في برج بارك، في طبعا في أسبوع الابتكار عفوا. المشاركة بتكون إن شاء الله من تاريخ 23 إلى 26. والحقيقة يعني المكان مناسب للعائلة مثل ما قلت، وأيضا هناك الكثير من الأفكار الابتكارية اللي تشارك فيها. لا هي تقريبا حدود 6 أفكار ابتكارية مشاركة فيها الهيئة. أنا معي محمود دكتور بسام محبوب، استشاري ورئيس قسم الأمراض الصدرية، وأيضا هو قائد فريق الابتكار بهيئة الصحة في دبي. دكتور صباح الخير. يا مرحبا، صباحك الله بالنور، صباح الخير يا أستاذ محمود، الدكتور محمد رضا. صباح النور دكتور.
دكتور يا ليت تخبرنا عن طبيعة المشاركة الهيئة لهذا العام. أولا بسم الله الرحمن الرحيم وشكر لكم على استضافتنا. حقيقة السنة هذه كان في عنا توجه أن يكون المجتمع طبيب نفسه، فكانت الأفكار كلها لازم تكون مستوحاة أن كيف نعطي للمريض طرق ابتكارية يكون طبيب نفسه ويعالج نفسه بنفسه. فابتدينا في قصة شخص من بيته، شو الأشياء اللي داخل البيت ابتكارية ممكن يكون حصنها في البيت تساعد على مراقبة الصحة. وبعدين نزلنا مع هذا المريض إلى مكان أكله، كيف الأكل بيكون صحي، كيف بيقدر يستخدم فرشات أسنان بشكل طبيعي. وبعدين أخذناه من بيته نزلنا على الشارع، كيف الشارع والمدينة بتكون مهيئة بشكل بحيث أن يكون فيها أشياء علامات صحية. وبعدين انتقلنا معاه إلى محل عمله، انتقلنا إلى آخر شيء إلى موضوع صحة الفم. الأفكار السنة هذه حطينا أفكار ما حطيناها من قبل، وركزنا فيها أن يكون فيها عملية إبداع في كونها أولا شكلا وموضوعا. مثال، أول ما بدينا في موضوع المريض في داخل البيت ركزنا على أهم شيئين قد إذا كان احسوا فيهم اضطراب في داخل البيت ممكن يصير فيها مشاكل. ففكرنا في موضوع النوم وفكرنا في موضوع اضطرابات القلب. الآن اضطرابات النوم من الأمراض الشائعة جدا، سواء عدم النوم الكافي أو انقطاع التنفس فيه أو غيره. فحطينا ساعة، الساعة هذه وانت موجود في البيت تعطي طبيبك أو الشخص اللي هو يشرف عليك يعرف إذا كان أنت نمت بشكل كافي أو لا، وبالتالي تركيزك بيطلع زين أو لا، وإذا كان في أخطار صحية عليك أو لا. في المقابل حطينا أيضا اختراعات جديدة، ابتكارات أقصد، تراقب ضربات القلب ونوعيتها. أمراض القلب يمكن عن بعد نعم. اللي على ما أظن هذا العلاقة بسؤال الحلقة محمود ولا؟ والله عادي عادي، ما جي خمس دقائق منوقف الاستقبال الإجابات عادي. زين زين. فهو هذا، إذا نحن نشوف الآن أمراض القلب والوفاة منها هو العامل الرئيسي الأول لأسباب الوفاة. فإحنا قدمنا تقنية جديدة مبتكرة من داخل البيت، الطبيب يقدر يتابعك ويعرف كل الأشياء الموجودة لك، غير عن موضوع الوايرات وكذا، وأنا ما بعطي تفاصيل وايد، أدعو الجمهوريون ويشوفونها. أي طبعا، أنا اللي فهمت دكتور أن أغلب الابتكارات اللي موجودة حاليا في منصة هي ابتكارات مستوحاة من الحياة اليومية للشخص، من في نومه وفي عمله وفي حياته اليومية الشخصية. بالضبط. طيب دكتور، أنت الآن في بخصوص المنصة الآن كم توقعون يكونون يعني الزوار والمشاركين اللي يزورونا إن شاء الله في هذا اليوم والأيام القادمة، خصوصا أن المنصة 26 يعني ممكن توقع إن شاء الله آلاف، يعني إن شاء الله إن شاء الله بإذن، لأن نحن بنبتدي الآن من الساعة 10:30 تقريبا. من الساعة 10 أوردي نحن كان في عنا ناس وفي عنا زوار. المكان مثل ما تفضلت جاي وراء منصة الأوبرا، المنظر من أجمل ما يمكن. معنا الأخوان في المجلس التنفيذي عندهم ستاندات يعني معانا، فأعتقد مكان عائلي، أعتقد مكان ممكن الشخص يجي يحس بأريحية كاملة. الأفكار كل حد ممكن يدخل يشارك فيها ويشوفها. والسنة هذه مثل ما أنا تكلمت إنه تكلمنا عن حياة الإنسان بطريقة مبتكرة. زين دكتور، كلمة أخيرة ممكن توجهها للمستمعين الكرام. أنا أحب أدعو الجميع يزورون منصتنا، يعيشون الحياة اللي ممكن يعيشونها قريبا في خلال الثلاثة أربع سنوات الخمس سنوات القادمة، لأن طريقة حياتنا وطريقة تعاملنا مع الأمراض بتختلف تماما بوجود التكنولوجيا الحديثة. أنا جدا شاكر لك دكتور. كان معنا دكتور بسام محبوب، رئيس استشاري ورئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفى راشد، وأيضا قائد فريق الابتكار بهيئة الصحة.
شكرا لك يا فيصل وشكرا لضيفك الكريم. وأيضا هذه كذلك نحن نضم صوتنا إلى صوتكم بضرورة زيارة هذه المنصة والاطلاع على جميع ما تتواجد بها من ابتكارات. دكتور كنا نتحدث دكتور محمد الرضا مدير المكتب التنفيذي للتحول التنظيمي كان يتحدث عن الابتكار في القطاع الحكومي وقسمناه إلى عدة من الابتكارات أنت ذكرتها بشكل مختصر اللي هي فكرة جديدة طريقة جديدة أو منتج جديد يعني الابتكار في الخدمات الابتكار في العمليات الابتكار في التكنولوجيا مثل صحيح. ما ذكر دكتور الابتكار ممكن يكون في التكنولوجيا أي. صحيح يعني الطبيب اليوم يبتكر طريقة جديدة في علاج انسداد شريان القلب صحيح والابتكار ممكن يكون في شيء غير التكنولوجيا في السياسات بالضبط أجد سياسة أجد سياسة قوية تساعدني على تجنب انسداد الشريان في القلب بالضبط والأنظمة نفس الأنظمة اللي موجودة عندك هذه ممكن تسبب لك تحديات أنت تبغي توفر الحلول المبتكرة لها صحيح. ها دكتور صحيح. التكنولوجيا أنت ذكرت العمليات تستحدث عمليات إدارية وتنظيمية ممكن تساهم بشكل أو بآخر في تطوير العمل صحيح. المؤسسي أنا بربط لك الابتكار بشيء ثاني أيضا نعم. أيضا الدولة ركزت على الإيجابية الله زين إذا الشخص ما كان إيجابي صدقني الابتكار بيكون صعب عليه دكتور هي يعني نحن هذه المسألة سبحانك يا رب يعني في أكثر من زيارة للأمانة يعني هذه ما أقولها يعني من باب التملق أو أي شيء لا لأن هذا حقيقة وواقع لمسناه في أكثر من زيارة لسيد صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد في هيئة الصحة يا أخي المكان يشع إيجابية ما شاء الله يشع إيجابية بشكل مش طبيعي يعني تحس أنك أنت إنسان تبغي تنتج بشكل خرافي صحيح من صحيح. الطاقة الإيجابية اللي يوفرها سموه في المكان ودائما سيد صاحب السمو ينصح بالإيجابية يعني تشرفنا بالإفطار عنده على مائدة الإفطار الرمضانية ونصحنا بنصيحتين قال أنصحكم بالإيجابية وأنصحكم بالبحث الطبي صحيح صحيح يعني هذه خلاص هاي تختصر لك الاستراتيجية والسياسة والابتكار وكل المواضيع بطريقة عجيبة بس كلمتين صحيح ها دكتور عموما أنا بس أذكر بسؤال الحلقة اللي من وقف استقبال الإجابات عليه سؤالنا كان يقول دكتور هيئة الصحة بدبي تشارك في أسبوع الابتكار من خلال منصة تتواجد وين دكتور في برج بارك طال عمرك منطقة برج بارك اللي في البوليفارد في البوليفارد جنب برج خليفة عند برج خليفة بارك الله فيك من دكتور من الساعة 10 إلى 10 مساء 10 صباحا إلى 10 مساء ما شاء الله من الساعة 10 لين 10 المساء طبعا الجو جميل دكتور ننصح العوائل ننصح حتى المدارس أن ينظمون زيارات لهذه المنصات التي تتواجد هناك وأيضا هيئة الصحة يعني جزء منها وجزء كبير يعني منها للأمانة طبعا هذه المنصة فيها العديد من الابتكارات دكتور بسام كلمنا عنها واحدة من هذه الابتكارات هي جهاز مراقبة القلب عن بعد هذا هو مو تطبيق حياتي دكتور لأن حتى آخر شيء بعد في شزم حد مطرش تطبيق حياتي لا الإجابة الصحيحة هي جهاز مراقبة القلب عن بعد هذا الابتكار كيف أنك أنت كيف الطبيب ممكن يراقب قلب المريض وهو جالس في بيته دكتور هذا نوع من الابتكار صحيح طيب عطونا اسم الفايز انزين ودكتور نحن عندنا تقريبا ما بين 4 دقائق ما ناخذ اسم الفايز وايضا ابغي اخذ منك يعني كلمة ممكن نوجز فيها مسألة أن ثقافة الابتكار يجب أن تتولد عند الجميع سواء في العمل في البيت في الأسرة الطفل المدرسة وين ما تروح لازم يكون عندك ثقافة الابتكار وهذه أنت جسدتها حقيقة بكلمة جميلة اللي هي الإيجابية طيب فخلنا نتكلم على هذا الجانب وشو تبغى تقول للمستمعين لتعزيز ثقافة الابتكار لديهم جسم الإنسان من خلق الله سبحانه وتعالى يتجدد في كل لحظة وخلاياه تتجدد في كل لحظة هذه سنة حياة إذا ما تجددنا وواجهنا التحديات بطريقة متجددة ومثل ما قلت لك تأخذ شخص إيجابي لمواجهة هذا التحدي الابتكار ما ينولد من عبث محتاج أنت استراتيجية وطنية محتاج مثل ما تفضلت أنت دعامات لهذه الاستراتيجية محتاج من الطفل
إلى الموظف، من ربة المنزل إلى رب العمل، كلهم يجب أن يتجددون. أنا بس بنصح الإخوان في القطاع الصحي، الطبيب دائما عنده comfort zone أو طريقة عمل معينة ونتائجها موثقة. طيب شو تخلي الطبيب هذا يغير؟ اللي بتخلي أن نحن نبتكر طريقة جديدة هو طمعنا في أشياء ثلاثة: إما جودة أفضل، أو خدمة أسرع، أو تقليل التكلفة. هذه الثلاث أشياء اليوم تدعم هذا التجدد أو هذا الابتكار. فيجب أن لا نقف على الطريقة اللي نحن نشوفها صح أو متعودين على نتائجها. يمكن في طريقة أو طريقتين نتائجهم أفضل بس ما استكشفناهم. جميل جميل. إذن الفائز معنا الدكتور، نحن في بألف درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي بالتزامن مع أسبوع الإمارات تبتكر، وإن شاء الله ما يكون أسبوع، إن شاء الله مدى الحياة، مدى الحياة نحن لأنها ثقافة إن شاء الله يا رب. لكن الفائز معنا حسن عدي حسن النعيمي، ألف مبروك، فاز معنا بألف درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي. باكر إن شاء الله آخر ألف درهم موجودة عندنا منوزعها، طبعا أشواق استلمت البيزات، فاليوم المفروض الثلاثة اللي فازوا والرابع معانا بعد كذلك بيستلمون فلوسهم بالبركة إن شاء الله. بالبركة. إذن مستمعينا، يعني تكلمنا عن الابتكار، أن الابتكار هو تحول الفكرة من مشروع نظري إلى منتج أو خدمة تؤدي منفعة اجتماعية أو مادية، وتتضمن هذه العملية تحويل بذرة الفكرة إلى فكرة نافعة ومن ثم إلى مشروع. وقد يكون هذا المشروع يعني مو بشرط أنه يكون تجاري، ممكن يكون مشروع يفيد الإنسانية بشكل أو بآخر. طبعا تحفيز الإبداع والابتكار في جميع القطاعات، وبالتحديد القطاعات السبعة اللي 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 اعتمدت عليها الاستراتيجية الوطنية للابتكار، اللي هي الطاقة المتجددة، النقل، التعليم، الصحة، التكنولوجيا، المياه، الفضاء. ها تخيلوا يعني الفكر اللي عندنا، حد من اللي يقول انتوا في الامارات وين تحلمون تطلعون الفضاء؟ لا، ما نطلع ان شاء الله باذن الله، وما نستكشف، وبتكون عندنا قاعده قويه من العلماء اللي قادرين على الابتكار في جميع مناحي الحياه. ما نقولها هذه دكتور نحن يعني مجاملة أو شيء، إن شاء الله بخلص، بس خلني أخلص هاي الكلمة الله يخليك. زي ما نقولها مجاملة دكتور، نحن نقولها ونحن نؤمن بها. ليش؟ عندنا قائد قاعد يعطينا هذا الإيمان بأنك تقدر تسوي كل شيء. في مقابلة أتذكر، سامحني بس مخرجنا، في مقابلة كان يسأله المذيع الأمريكي، قال له يعني أنت عادة نحن لما حد اللي نعرفه حد يجون المستشارين يقولوا له أن هذا الشيء مستحيل يستوي، زين، فيوقف عن 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 إنه يسويه. رد قال هذا لك يوقفون، نحن لا، صحيح، ما نوقف. عموما وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، نوقف الحلقة نحن، لكن مستمرين معاكم باكر إن شاء الله حتى لقائنا القادم. تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، كان معنا في البرنامج أيضا شكر جزيل دكتور محمد رضا مدير المكتب التنفيذي للتحول التنظيمي، كل الشكر أشواق مسعد فيصل بن فارس ومخرجنا ناصر محمد سليم. وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.